خايفه على التعابين. ليش ده اقول لك شغله واحده. منو كان يقصد بكلها يعني المعطيات اللي اجتني من اجهزه الاختبارات والموجوده لا. الناس المرحومين الشهداء الموجودين بالستاركس مثرمين الثرم. هذه لاعب لا فلان يسويها عبوه تقنيه يا اخي هذا قفاز. انت تيني اشرح لك نعم. احنا بال91 بالكويت صارت عندنا حالات انا بوقت تضابط بالكويت يصير صارت عندنا حالات سياره تمشي بالطريق للمطلع وعلى غفله تنفجر زين. من اجينا يا بتعالوا انطونا هاي ايش دي يصير. قالوا هذه نوع من الغام القافزه نعم. ترمى على الطرق الترابيه عرفتي شلون على صوت السياره دا تفجر الايفات الوازات نعم. فانتبهوا على الطريق. قامت تطلع لجان من الهندسه العسكريه هذه بعد اطور. هذه قد تعتمد على لون السياره نعم. او قد تعتمد على شيء معين كعمل ليزري. لحد الان اكو لجان تحقيق انا اخذت البدايات مال التحقيق بعدنا ما تعرفون هذول لجان التحقيق لا الناس الموجودين هناك. ثم كان اكو تكلموا عن وجود تكلم ترى الكاظمي اليوم بتكلم كلام واضح دا يقول احنا اللي يقتل ضباطنا يقتل هذا نعم. كلام واضح تريدين اقرا لك اياه عندي موجود والنشر زين. فاذا هو دا يعطي رساله بانه كان هنالك لا لكن مستهدف. البعض اتهم السيد الكاظمي خلي احكي